عندنا زاد وملح نختم بها ظهيرتنا، وراح تكون مع الشيف ياسر. يا اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، بس نبدا نهارنا اليوم. يلا نبدا اليوم اكله طيبه جدا، انا كلش تعجبني، اسمها حراق اصبع. حراق اصبعه، بس ما هلا المهم، هلا ونحن عم نحكي بدنا نحكي الى تاريخ، يعني حراق اصبعه مي مجرد اكله، عباره عن تاريخ. اوكي. اليوم انا برايي الملايين تستنى الحراق باصبعه، لاني الاكله مي بس بلاد الشام، بس منتشره بالخليج وهلا انتشرت بالعالم. تعتبر واحدة من أهم يعني طبخات المطبخ السوري. مطبخ سوري الشامي. ومطبخ بلاد الشام، وحتى انتشرت يعني. انتشرت. كلنا حبيناها. هي الحراق أصبعه، هي من الطبخات أنا بعتبرها رقية من السهل الممتنع. صحيح. مكوناتها. خلينا نحكي مكونات يعني. ورمان. تمر هندي. عدس، زيت زيتون، كزبرة، بصل مقلي وعجين. هلا رح مباشرة، طبعا انا محضر طبق، بس مباشرة رح نشوف كيف نبدا بالحراق اصبعه. هو نفس الاسم، احنا عندنا اكلة عراقية اسمها محروق اصبعه. محروق اصبعه. بس المكونات تختلف. هلا هي طبعا ما فيها لا لحمة ولا لا 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 أبدا. بس خبز. خبز. هلا زيت زيتون، نبدا بزيت الزيتون. يعني انا في كثير عم يستنوا اليوم الحراق اصبع، وصل لهم اكثر من اسبوع بيكتبوا لي، قلت لهم تابعوا الشرقيه وشوفوا الطريقه. يلا اليوم نتعرف دينا عليها. زيت الزيتون. مباشره عندنا بصل مقطع بهالطريقه هي ضفناه. خلينا نحكي بين ما ياخذ البصل لون الحراق اصبعه. بس لاحظت شيء ليلي. اليوم انه انا واقفه قاعده اليوم، لان انت لاني مجهزه حالك على الحراق اصبع. لو غير يعني شغله بتعديني كان قاعده. ما بده يشتغل ما راح ياكل اخي. بدينا بالبصل الحراق اصبعه. في مثل بيقول لك، هلا دائما بنتساءل طيب منين اجت هالتسميه للحراق اصبعه، هذا شغله كثير مهمه. ما بس انه ناكل ايه حراق اصبعه، شو الحراق اصبعه؟ يلا شنو اللي احكي لنا؟ نحكي لك قصه، بيجي بيقول لك من الذي تجرأ؟ من الذي قال؟ من الذي قرر؟ نعم. من الذي لم يقاوم عبيق الكزبره ورائحه الثوم فوضع اصبعه في هذا القدر فاحترقت اصبعي؟ لذلك يعني ها من كثر ما في هيك، انا بسمي ريحه الاكل بيرفيوم. عطر. عطر من كتر ما بيطلع منا ريحة بصل، ريحة ثوم. أي شخص بمر جنب الحراق أصبعه لازم تسأل شو عم تحضروا اليوم. عم نحضر حراق أصبعه. يعني شنو حرق أصبعه؟ حط أصبعته في القدر من هالقد ما طيب، من كتر ما طيب بده يجرب شو هي. عم احترقت أصبعته. حطينا البصل مثل ما شايفين. أنا خليني أحط أضيف الملح. الملح بيساعد معنا. الملح بيساعد إنه يستوي البصل بسرعة. على فكرة الحراق أصبعه بمدينة حلب في سوريا إذا عم نحكي يختلف عن الحراق أصبعه في مدينة دمشق. الحراق أصبعه بالخليج بيختلف، مثل الحراق أصبعه بحلب مثل الحراق أصبعه تقريبا بالعراق، قريب لحراق أصبعه في العراق. احنا خبز وبصل صح، ودهن أو زيت أو كركم زيت بس. هلا ما بنحط نحن كركم. لا بس اتصور من قبل ما كان يعني كثير شائع انه الزيت يعني. ايه هلا الزيت زيتون. هي الاكله لاني شاميه بحته. هيك شاميه بحته. انا اتصور الناس كانت تسويها على سرعتها وانه هي تشبع. هي بتشبع. هي كثير سريعه بس لها تقنيه كثير تكنيك. واضافه الى ذلك اتصور لانه هي يعني ما يحتاج لها مكونات هوايه، هي خبز وبصل. خبز وبصل. وهلا حطينا الثوم. هلا شو صار عنا اذا واضح؟ زيت زيتون، بصل، بصل، وخليت عليه ملح، وخلينا عليه ملح وضفنا الثوم. اوكي. يعني انت تنتظر ياخذ لون مثل هذا؟ انا لا ما راح ياخذ لون مثل هذا، عم بستنى بس هيك شوي. هلا راح اضيف انا اوريدي سالق العدس. العدس البني نسلقه ولا منضف له ولا شيء. اوريدي لا لا راح اضيف كل العدس. هذا العدس. اوكي اوكي. هذا العدس مسلوق طبعا مع المي تبعته. ما تخافي رقيه. هذا اللي راح يسوي. شايفين هي ضفنا العدس. المفروض واقفه مع شيف ماهر فما المفروض اخاف مو صحيح؟ ما تاكلي بعد ما تحتاجيهم. لا ما تحتاجيهم خلص. هلا شو صار؟ خلينا نرجع نعيد بشكل كثير سريع. زيت زيتون، بصل، ثوم،
ضفنا العدس ومية العدس. مية العدس وقت نسلق العدس لازم نستخدم مية العدس ما نتركها. طيب. لأني أوكي. هي اللي بتعطينا هالنكهة اللي بدنا إياها. نعم. هلا هي إذا ما بدنا نستنى كثير هذا خلصنا والثوم خلصنا ما بدنا نستنى كثير لحتى تغلي. خلينا نحكي شوية تكنيك عن ال قلت لي إنه هي تختلف منطقة تشبهنا طبعا وبعد وين؟ هلا الخليج كمان بيختلف الحرارة أصبعه. هلا اليوم شايفين هذا العجين واضح عجينة الخبز طحين مي وشوية ملح شوية سكر عجين عادي. ها يعني واحدة هو يسوي إيه هو لازم يسوي العجين هي هي اللي بتعطي نكهة. هلا في كتير بيحضروا الحراء أصبعه بيجيبوا شوف هاي العجينة شيل شاي العجينة ايه عجين عادي عادية عادي بس مقطعه أنا بهالطريقة هي عجين عادي أبدا عجين خبز ملح وشنو ياها؟ طحين مي ملح وشوية سكر بدون خمرة يعني بدون خميرة بس خلينا نقول طحين ومي طحين ومي اوكي نعم طحين وهذا اللي شايف حاطط طحين بس بعدين نقطع بهالشكل هذا اوكي طيب هلا نحن عمليا لازم نضيف العجين شايفين بهالطريقة هي عجين انا ما عبالي انا عبالي يعني بالتقديم على شايفين كثير كثير يعني مرة انا يعني احد الصديقات عم نسوي الحراء اصبعه وقالت لي انا ما توقعت هيك طريقه الحراء اصبعه انا عبالي خبز ايه قالت لي ما توقعت هيك الحراء اصبعه شايفه هلا الخبز كيف هلا اوريدي نحن ما عم نستناها تغلي بس شايفه شلون اعطاني العجين العجين واضح خلينا نرجع نضيف اكله هي اكله 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 الصبايا يعني انا بعتبرها اكله السيران يعني اللي رايح على السيران اجباري بده يسوي الحراق اصبعه واكله سهله وميزة الحراق اصبعه انه بتاكل رقيه بارد بتاكل سخن نعم هلا انا مجهز تمر هندي التمر الهندي معروف التمر الهندي المشروب اللي نحن بنشربه برمضان رمضان بنتركه بالمي بننعه بالمي طول الليل وثاني نهار بنصفيه بدون اي اضافات تمر هندي ومي هو اللي بده يعطينا نكهة الحموضة. نعم. يا عين. شايفة؟ اللي عم يتابع معنا يعني يتبع هي المقادير وراح يطلع معه الحراق اصبعه بجنن. طيب إيه؟ انا ذقته إيه؟ اخر مرة كنت يمك يعني أكلي. مو بس انا والله كلهم حبوا. هلا راح نضيف دبس رمان. العدس لازم بني صح؟ العدس بني. شايفه شد المكونات سهله؟ كلها سهله. هلا عمليا بتحتاجه؟ لا ما بحتاجه. عمليا هذا هو الحراق اصبعه. رح نتركه يغلي شوي، شايفه اللون اعطانا نفس اللون. هلا شو بدنا نحضر بجانب الحراق اصبعه او هذا اللي عم نحطه على وش حراق اصبعه؟ نعم. عندنا الرمان. عندنا الرمان، عندنا كزبره وتوم. اي. زيت زيتون، كزبره خضراء. الكزبرة لازم أساسية لازم لا مجال وبصل مقلي بهالطريقة هي بصل مقلي عادي بنحط فوق المجدرة نعم بصل مقلي وهذا العجين اللي بيزيد عنا بنقلي هو يطلع نفسه بهذا الشكل بيطلع بهذا الشكل اوكي يعني المكونات سهلة وبسيطة سهلة طريقة الطبخ سهلة طريقة الطبخ سهلة هلا اللي بيعطينا هذا القوام اللي بيعطينا القوام بالحراق اصبعه الخبز الخبز والطحين اللي حاطينه نعم خلينا ندوق كيف بس هاي مع الرجيم ما في مع الرجيم ما في كل شيء بفيد لا ما في حدا مرئية مرئية لامة اوكي عن جد الله نعم. عن جد الله عن جد الله والله جربوها يعني انا راح كلش طيبه ايه يعني ضايقتها قبل دوي بس لسه نحن ما بلش ما خلصنا اوكي لسه ما خلصنا يعني طيب اكلي ايه هلا انا راح نتركها هيك شوي لحد ما قد المده هلا عمليا اي حراق اصبعه بتاخذ لها تقريبا نص ساعه ليغلي وعمليه الغلي هي وقت عمليه وقت تغلي بتماسك بتماسك العجين مع الصوص بس عمليا هي هي الحراق اصبعه شايفه نفس اللون اللي اعطيتنا اياه اكله سريعه اكله سريعه
وطيبه، جربوها والله انصحكم تجربوها. هي اكله يعني بعد الظهر كثير مهمه، بعد الظهر كمقبلات كاكله يوميه يعني. هي الاكله انت عندك مطعم على الفطور؟ انا على الفطور كمان، على الفطور على الغداء على العشاء اكله اساسيه حرق اصبع ومنتشره يعني. هلا انت اوكرانيا اذا بتروحي اكثر المطاعم حاليا، خلينا نقول احنا بدبي طبعاً بتلاقي بالمنيو عنده حرق اصبعه. هذا الحرق الاصبع اللي عم تطلبوه باي مطعم بتحسنوا تعملوه بكل سهولة. ما في اي اضافات، بس نحن مثل ما قلت لكم هو لازم بوين يغلي شوي وخلصت القصة. بعدين بنسكبوا الحراء بصبع، خلينا نسكب ونفرجيهم، خلينا نشوف في واحد جاهز الشكل النهائي، في شكل نهائي جاهز، بس خلينا نفرجيهم كيف، بس خلينا نشوف بحسنوا يزينوه هذا الحراء اصبعه بهالطريقة هاي. طبعا برجع بقول لكم هو لازم يتخسر، لازم يكون متماسك شو قلنا؟ من الذي تجرأ؟ لازم تحفظوها. من الذي تجرأ؟ من الذي قرر؟ من الذي قال؟ من الذي لم يقاوم؟ عبيق الكزبرة وراح الثوم. يعني هي قصة، يعني انك تكوني ما عم بتقاومي اكلة ما هي شغلة سهلة. انا متأكدة اذا جربوها ما راح يقدروا يقاوموها، راح تكون اكلة يومية. طبعا انا بفضل انه تنحط خلاص تتبعوا المقادير بالضبط، وبعتقد بترجعوا تنزلوها على اليوتيوب. ايه على اليوتيوب، بس انه نذكر لازم الاسم الاكله، لازم على اليوتيوب. لمين نقولها هي؟ يعني يروحون على قناة الشرقية على اليوتيوب يكتبون ظهيرة الجمعة، ظهيرة الجمعة وحراق اصبعه. كثير مهم انه تكون موجوده. طيب هاي هلا خلينا نشوف. هلا هذا الطبق، نحن الكزبره عندنا جاهزه مثل ما قلنا، زيت زيتون، كزبره خضراء وثوم حطينا بهالطريقه هاي. شوف انا الكزبره ما كنت احبها هلا ولا هلا ما بحبها، لا لا هسه لا. بس قبل ما كنت احبها يعني. هي الكزبره حطينا يعني الكزبره، الكزبره مو اساسيه بمطبخنا. مو اساسيه هي اساسيه في المطبخ السوري وبدمشق بالتحديد بالضبط، وليس بكل المدن السوريه. من جيلنا تعلمنا هوايه طبخات بها الكزبره، ضروري فاضافه الى فوائدها طلعت بها هواي فوائد. طبعا طبعا فبدينا نستخدمها وتعودنا عليها، تعطيكي نكهه بالضبط. يعني واحد لازم لازم دائما يجدد. هذا اللي انا اقوله دائما، واحد يعني يبقى محافظ على مطبخه وفيه بس هم ينوع، خاصه باكلات شرقيه. طبعا العادات والتقاليد هي اساسيه بكل حياتنا، بس اليوم في يعني هذه من يومين ثلاثه كنت عم بسمع لهلا مثل الدولمه بالعراق، شقد ما واحد حاول وشقد ما سوى، اذا ما كان ست البيت العراقيه عم تساوي الدولمه ما تمشي حال. ما تمشي حال، تقليد تطلع ديجا ابدا. لازم الست العراقيه هي تساوي الدور. ما لذلك واحد شايفين هيك شلون طلع الطبق، روعه 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 روعه. خلي اشيلها من هالزحمه هاي، اشيلها الزحمه هاي شوفي حتى يبين. خليني اساعدك حتى نعطي الشكل النهائي. شايفين هون شلون عم تغلي الحراق اصبعه، هون عم يغلي ما عاد بده شيء ابدا. هذا هسه سويناه، وفي طبق اللي هو جابه وياه. ايوه صح. وهذا التمر الهندي، اللي ما بيعرف التمر الهندي انا جاي نعرفه، معروف التمر الهندي نعرفة. هو نفسه المشروب اللي بنشربه برمضان. ايه نفس التمر الهندي نستخدمه بالدولمه. لا نعرفه. شو عم بحكي انا؟ وهذا الطبق النهائي، عاشت ايدك. وهذا الطبق اللي عملناه اليوم، وهذا طبق اليوم، وهي الحراق اصبعه عم تغلي وما ناقص غير هلا ندوق. لازم تذوقي رقية. شكرا جزيلا، انا ضايقت بمطعمك. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا. ونصيحه جربوا اكلي 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 اكله اكله. انت شايفه شلون عم تغلي هلا؟ بلشت هلا بلشت عم تغلي. عكفت الاحوال، نحن صار جاهز حراق اصبعه وهون صار جاهز. توصلك مسجات انه جربنا هاي كثير يعني. انا اليوم انا الحراق اصبعه، وانت امبارح ليش حكينا على الحراق اصبعه؟ اللي من كثر ما عم توصل مسجات حراق اصبعه وليش ما عم انا بيعرفوا اكثر العالم اللي بنزل على السناب طرق الاكل، قلت لهم انتظروا الحراق اصبعه رح يكون. يلا اليوم كله حابب يكون شامل، ما بحب انه لمجموعه وحده، خلص يكون موثق وشامل وطريقه صح والعالم كلها تستفيد. وانت عم تساليني عم توصلك اليوم اي كل الوصفات اللي عم نعملها هلا هي بناء على طلب
الجماهير. ممتاز، وهو هذا المطلوب. يعطيك العافيه. الله يعافيك. وان شاء الله نلتقي بوصفه جديده ومبتكره. واهم شيء مبتكره. شكرا جزيلا لك، وشكرا شكرا جزيلا لمتابعتكم مشاهدينا. نلتقي وياكم الجمعه المقبله في حلقه جديده من ظهيره الجمعه. تحيات فريق العمل، تحياتي وتحيات فراس سلاي. في امان الله.